مرسة في الملعب هي اللي تقدر على الباصات القصيرة الكتير والتيكي تاكا انما اللعيب الصغير دايما لعيب مندفع، لعيب عنده اندفاع، عنده نزعة هجومية، فهو بيلعب على الجانب ده لويس ديلفونتي ويغير شكل منتخب اسبانيا. ولا زلت بقول لكابتن هاني ان منتخب اسبانيا من المنتخبات المرشحة، يمكن انا برشحه اعلى من نسب كمان اوبتا ان هو ينافس على لقب البطولة دي بقوة. منتخب الاسباني، منتخب الاسباني بناء على اللي انت شفته، وكمان على خلينا نتكلم على مستوى المجموعات كلها، لان في مجموعه الحقيقه لما نستعرض المجموعات هتلاقي كل صعبه جدا، صعبه جدا، ثلاثات بعد جولتين كل الفرق ثلاث نقاط كسبت بعض. تعالوا نراجع كده، فريق الاعدادي ينزل لنا كمان الست مجموعات عشان نناقش بعض. قدامنا دي اول مجموعه، طبعا المانيا بسبع نقاط، سويسرا بخمس نقاط تأهلوا، والمجر زي ما قلت لحضراتكم عندها فرصة للتأهل كأفضل توالد. يعني المجر مستنية زي ما حضرتك بتقول أفضل توالد. طيب نشوف المجموعة الثانية، أسبانيا ضمنت التأهل، عندها لسه مباراة النهاردة مع منتخب ألبانيا لكن ضمنت التأهل بشكل كبير. المنتخب الإيطالي أمام كرواتيا في مباراة كبيرة، شايف المفاجأة ممكن المنتخب الكرواتي، بس لازم يكسب على الأقل اللعبة خلاص يا كابتن، اللعبة في المجموعة دي بين زي ما حضرتك بتقول إيطاليا وكرواتيا. منتخب أسبانيا سجل 9 نقط، مش هيبقى 9 نقط، هيبقى 9 نقط، وإيطاليا هيكسب ألبانيا بسهولة بسهولة في المباراة النهاردة. هي مباراة القمة اللي كله مستنيها النهاردة، كرواتيا قدام إيطاليا. اعتقد ان سباليتي وفرقته والاسماء اللي عنده عامل شكل كويس برضه، والطموح اللي عنده، يعني بغض النظر، بص يا كابتن مش هي دي ايطاليا، لازم نتفق، مش هي دي ايطاليا بتاعت سنين فاتت، ولا هو ده الادزوري العظيم اللي شفناه بكوكبه النجوم. مين دلوقتي في منتخب ايطاليا؟ مين النجم الكبير او اللي بيلفت انتباهك؟ لا خلاص، الفرقه باستثناء كييزا شويه كمهاجم وكلاعب يعني عنده امكانيات فنيه عاليه شويه شفناه، انما معظم الفرقه لا خلاص، مش اسماء ما بقتش معروفه، الحارس دوناروما عشان باريس والكلام ده، انما معظم الفرق مش هي دي الاسماء. طب بالنسبه لمنتخب كرواتيا اتاخر شويه عمليه الاحلال والتجديد، بالنسبه للمنتخب بقى له فتره طويله معدل الاعمار بيعلى وما دخلش عناصر جديده، هل ده خلاص يعني زي ما بنتكلم نهايه جيل، يعني نهايه جيل بالنسبه لكرواتيا؟ يعني كرواتيا زي ما قلت لحضرتك هي حقبه وانتهت خلاص، لازم يبداوا يعملوا منتخب جديد. النهارده الرهان عليهم، هل هيقدروا يفرملوا المنتخب الايطالي؟ المنتخب الايطالي يكفيه التعادل النهارده خلاص يصعد بيه تاني مجموعه، فهي هتبقى اعتقد ان ايطاليا هتحصد المركز الثاني في المجموعه دي، واعتقد ان المجموعه دي هيكون فيها احسن توالد، قد تكون من المجموعات التي لا تضم افضل توالد. طيب نشوف المجموعه الثالثه، انجلترا بعد مباراتين 4 نقاط في الصداره، يليها الدنمارك بنقطتين، سلوفينيا نقطتين، وصربيا بنقطه وحيدة. اتكلمت على منتخب انجلترا، مين المنتخب الثاني اللي ممكن يكون في المركز الثاني؟ المجموعة دي صعبة، سلوفينيا برضو فريق مش سهل، يعني تعدت المباراتين خطف التعادل مع الدنمارك وخطف التعادل مع صربيا. صربيا من المنتخبات القوية جدا برضو اللي شفناها حتى في كأس العالم اللي فات ظهر بشكل كويس، فدي مجموعة صعبة، عشان كده بقول لحضرتك ان دي مجموعة الحسابات فيها صعبة، ولكن بنسب كبيرة جدا كبيرة منتخب طبعا انجلترا الصدارة اعتقد هتكون ليه، يعني ما اعتقدش انه ممكن يخسر قدام سلوفينيا، يعني حتى لو خد تعادل بنسبة كبيرة ممكن يبقى هو اول المجموعة، ما لم يحقق طبعا منتخب الدنمارك اللي هو تعادل معاه فوز بنتيجة اعلى، اهداف اعلى، يعني لو منتخب الدنمارك كسب صربيا بعدد اهداف 2-0 3-0 ممكن اكبر، وانجلترا فشل في الفوز على سلوفينيا او تعادل، ففي الحالة دي خلاص هيبقى الصدارة من نصيب الدنمارك، ولكن بنسبة كبيرة برضو المجموعة دي زي اللي فاتت، أنا بقول إن المجموعة دي ممكن يبقى فيها تالت، لأن منتخب سلوفينيا ممكن يخطف نقطة من إنجلترا. تمام. يبقى خطف 3 نقاط. أوكي، المجموعة الرابعة، المنتخب الهولندي ظهر بشكل كويس، المنتخب الفرنسي كل منهم 4 نقاط في الصدارة أول وتاني، منتخب النمسا في المركز الثالث، وبولندا. أنا يعني اتصدمت شوية في المنتخب البولندي الحقيقة، ده دايما منتخب بيأدي كرة حلوة ومنتخب قوي بيرجع للمباراة، لكن الحقيقة ماتشين بخسارة بـ3 أهداف، فالأمور بالنسبة له خلاص انتهت بشكل رسمي. برضه يعني نجمهم ليفاندوفسكي المباراة اللي فاتت للإصابة برضه مأثر معاهم كبير، ولكن المجموعة دي خلاص هو الصراع فيها صراع أولوية التأهل. بالظبط. نقدر نقول عليه صراع أولوية التأهل. ليه؟ لأن بولندا بره.
حتى لو كسب، لو كسب 7 خلاص هو بره السباق، لو كسب 7-0 هو بره. ليه يا كابتن؟ لحسابات المواجهات المباشره. مين الثالث معلي 3 بونت؟ النمسا. النمسا والنمسا كسبوا، فخلاص ما بتنسى المواجهات المباشره رقم واحد عندهم، فهو النمسا كسبوا اوريدي، فخلاص منتخب بولندا بقى بره المجموعه دي باي نتيجه، لو كسب باي نتيجه هو بره. هو ده اول منتخب خلاص رسميا بعد اسكتلندا ضمن الخروج، ده بره البطوله خلاص. هي الحسبه هنا بين الثلاثه دول، الاول الاول والثاني وافضل تواليت. النمسا طبعا لو خطفت تعادل بس مع منتخب هولندا، تعادل بس خلاص صعدت، هتبقى برضو اكيد بنسبه كبيره، او مش اكيد خلاص هيبقى انتهت. بس كمان المنتخب الفرنسي بيسعى للصداره اكيد، هي الصداره. انا بقول شفت قلت لحضرتك اولويه التاهل، مين صحيح. الاول ومين الثاني، هو الصراع بينهم في المجموعه دي. انما الثلاث فرق دول بنسبه كبيره لو النمسا خدت نقطه واحده هتبقى في حسابات التاهل، هتبقى ضمن التاهل. كمان لو تنتها ثلاثه هيبقى في حسابات بينها وبين المجر وبين الدول، او لو كرواتيا كسبت كمان الدول اللي واخده ثلاث نقاط. طيب نشوف المجموعه الخامسه. مجموعه معقده جدا الحقيقه. رومانيا ثلاث نقاط، بلجيكا ثلاث نقاط، سلوفاكيا ثلاث نقاط، واوكرانيا ثلاث نقاط. كل بعد يعني جولتين كل الفرق بعدد نقاط واحده، والمباراه القادمه مباراه حاسمه للجميع. للجميع. شايف مين اول وتاني وتالت ممكن يخش كتالت كافضل توالت؟ لا ده المشكله ان المجموعه دي لو اتعادلوا يا كابتن يبقى المجموعه الوحيده اللي فيها فرقه رابعه باربع نقاط. باربع نقاط وتخرج من البطوله، يعني ممكن تبقى فرقه المركز الرابع باربع نقاط وتخرج من البطوله، وفرقه تبقى مركز ثالث في مجموعه ثانيه بثلاث نقاط وصعدت لانها ثالثه. فدي مجموعه معقده جدا. الماتش الاخير رومانيا عندها اعتقد اوكرانيا بالفعل رومانيا اوكرانيا وبلجيكا تبقى بلجيكا مع سلوفاكيا. بلجيكا المباراه اللي فاتت ظهرت بشكل كويس جدا قدام رومانيا. كيفن دي بروين قدم مباراه كبيره جدا، نجم كبير قوي، نجم كبير قوي فعلا، نجم افضل مبارياته حتى على مستوى حتى المنسي يعني عمل مجهود بدني انا ما شفتوش بيعمله. حضرتك عمل ماتش كبير جدا صحيح. قدروا يكسبوا رومانيا رغم ان رومانيا ظهرت بصوره قويه في الماتش الاولاني. عايز اسالك على سوء حظ لوكاكو، الناس كلها بتتكلم عمل كمان مباراه كبيره جدا جدا لوكاكو، ولكن ما حلفوش التوفيق كان حظ وحش فعلا يعني. بس المدرب بيراهن عليه، هو عنصر قوه قوي جدا في الهجوم، بيهد الدفاعات يا كابتن وبيعمل ويسدد كتير، ولكن حتى الان لازالت الكره ما عندها شويه. طيب شوف اخر مجموعه. انا برشح في المجموعه دي بلجيكا رقم واحد. بلجيكا اول رقم واحد. رومانيا الثاني ولا مين؟ سلوفاكيا مش عارف. خلص. هي بلجيكا، هي بلجيكا انا شايفها بعد الماتش اللي قدمته اول مباراه بلجيكا طبعا جدا. البرتغال ضمن التأهل بست نقاط، المركز الثاني المنتخب التركي، المركز الثالث التشيك، المركز الرابع جورجيا. زي ما قلت على اسبانيا هقول على البرتغال، ده المنتخب الثاني اللي في البطوله برشحه انه يحصد 9 نقاط في الدور الاول. منتخب البرتغال مقدم عروض قويه جدا بقياده رونالدو. رونالدو عمل 3 تمريرات اهداف حتى الان يا كابتن، يعني بغض النظر ان انت ما سجلتش، ولكن لا قائد بقى زي ما بنقول اللعيب ازاي اللي يوصل فرقته. لا ده عامل 3 اعلى لعيب حتى الان عامل تمريرات اهداف في البطوله، عامل 3 اهداف حتى الان كريستيانو رونالدو. برناردو سيلفا بيكسر النحس اللي فشل فيه مبابي هو وفرنانديز، اول هدف ليهم في البطوله، ده سجل اول هدف ليه وده سجل اول هدف ليه. فتشكيله البرتغال برده تشكيله ادرى بقوه ان هي تواصل المشوار في البطوله. طيب